يا رب يا كريم، أعنا يا الله بعد الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تجعل يوم القيامة علينا حسرات، ولا تفضحنا بالسيئات يوم نلقاك، واجعل قلوبنا تذكرك ولا تنساك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم يا ذا العرش الكريم والسلطان العظيم، يا خير من خلونا به، ويا خير من مددنا إليه أيدينا، نسألك يا الله أن تلهمنا الخير وتعطينا إياه، وأن تصرف عنا الشر وتكفينا إياه. يا الله يا الله يا الله، اجعلنا في حضور تام معك، نخشاك كأننا نراك. يعني يا رب خد بإيدينا على طريقك، على طريق الله.